يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة مليئة بالأخبار والكواليس والأحداث اللي هامة جدا على مختلف الأصعدة، سواء بخصوص ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا. عندنا أخبار أخرى محلية، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الأول في مستهل مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار بإذن الله. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا يا رب. وكمان عندنا بعض الأخبار المحلية، والأكيد بعضها بيخص نجمنا العالمي المصري الكبير محمد صلاح، فتفاصيل كتير جدا على مدار حلقة اليوم، فتابعونا لحظة بلحظة. مهم جدا كمان تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، سؤال خاص بمنتخبنا الوطني وتوقعات حضراتكم للنتيجة بتاعة النهاردة قدام فريق غينيا الصعب بالمناسبة، ومين كمان ممكن يسجل الأهداف لمنتخبنا بإذن الله تعالى. هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقات الترند، وتواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستغرام. تعالوا نشوف أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي، الخطيب يعقد مؤتمرا صحفيا السبت. وفي الترند المحلي، المنتخب يواجه غينيا الليلة. أما في الترند العالمي، في صفقة انتقال حر، صلاح يقترب من برشلونة. ماتشات النهاردة في التصفيات الأفريقية، في بعض المباريات اتلعبت وناقص ماتش واحد بس، هو ما اتلعبش مباراة بالليل الساعة 9 لمنتخبنا أمام غينيا إن شاء الله في استاد القاهرة الدولي. لكن خليني أقول لحضراتكم أبرز النتائج. بوتسوانا تعادلت مع تونس بدون أهداف في بوتسوانا. جمهورية أفريقيا الوسطى تعادلت مع غانا 1-1 في جمهورية أفريقيا الوسطى على ملعبهم. والنتيجة اللي بتهمنا جدا نتيجة ملاوي وأثيوبيا، الاثنين معانا في المجموعة. ملاوي فازت 2-1، فبالتالي هي متصدرة المجموعة قبل مباراة اليوم بين مصر وغينيا برصيد 3 نقاط. أما مدغشقر تعادلت إيجابيا مع أنجولا بنتيجة 1-1، يعني تعادلات غلبة على الجولة الأولى بنسبة كبيرة جدا بخلاف مباريات الأمس اللي كان فيها برضو بعض الانتصارات. لكن الأهم بالنسبة لنا أن منتخبنا إن شاء الله يبتدي مرحلة جديدة بدوافع مختلفة بشكل وأداء جيد، ونتيجة أهم بإذن الله تكون الفوز على غينيا النهاردة عشان ناخد أول 3 نقاط في مجموعة. أنا بشوف أن هي مش سهلة خالص، لأن الثلاث منتخبات اللي معاك سواء إثيوبيا أو ملاوي أو غينيا كانوا بيشاركوا في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، فالمنافسة هتكون صعبة بكل تأكيد. إن شاء الله منتخبنا يتصدر هذه المجموعة ويتأهل. طيب عندنا كلام كتير جدا وتفاصيل تتعلق بالأهلي هتكون معنا بعد الفصل، فاستنونا يلا بينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنبتدي بملف النادي الأهلي وجزئية مهمة جدا. النهاردة النادي أعلن بشكل رسمي أن يوم السبت الجاي هيكون مؤتمر صحفي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الاثنين الماضي بالمغرب. ووجه النادي الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصرية وغيرها لحضور المؤتمر. مؤتمر صحفي هيكون الساعة 12 الظهر يوم السبت الجاي بإذن الله، وأكيد هيكون مؤتمر غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. وأنا بصراحة عجبني قوي استمرار النادي الأهلي في الدفاع عن حقوقه، حتى لو المباراة خلصت والنتيجة اتحسمت وكل هذه الأمور، لكنك تستمر في الدفاع عن حقوقك ده شيء لابد منه، ولازم لازم إن النادي يستمر فيه. والتوجه واضح جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي في الاتجاه ده تحديدا. كمان طبيعي جدا إنك تكشف لكل الناس الشفافية بقى وكل التفاصيل تطلعها للرأي العام، تقول لهم يا جماعة احنا خدنا خطوات كذا 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 كذا، لو كانت رد علينا مثلا من الاتحاد الأفريقي فالردود اهي، طب الوضع ايه ما قبل المباراة وما بعد المباراة وآخر التطورات وايه الخطوات اللي ممكن تتاخد. كل التفاصيل دي هنعرفها من خلال الكابتن محمود خطيب رئيس النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي يوم السبت اللي جاي. وطبعا احنا عارفين كل اللي حصل الفترة اللي فاتت، لكن في كواليس ممكن ما تكونش ظاهرة للرأي العام، في كواليس ممكن الناس ما تبقاش عارفاها، هنعرفها بشكل أكبر. توضيح كل الحقائق والكشف عن كل ما دار بخصوص تحركات النادي الأهلي ما قبل المباراة وما بعد المباراة. فبالتالي
يعني هننتظر هذا المؤتمر، واكيد هيبقى فيه ترقب مش بس من الاعلام المصري، لا الاعلام الافريقي بشكل عام، وبل كمان ممكن الاعلام العالمي، لان الموضوع كان يعني واضح وضوح الشمس التوجه اللي كان من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم والتحيز تجاه نادي بعينه، وانك تدي النادي ده حق انه ينظم المباراه. حتى لما نظم المباراه قلنا 50 50 عدد الجماهير، لقينا نادي الوداد جماهيره اكتر بكتير. وبالمناسبه اللوم هنا مش على نادي الوداد، اللوم هنا على الاتحاد الافريقي، ودي جزئيه مهمه، وانا اعتقد في اعتقادي الشخصي يعني الكابتن محمود الخطيب هياكد عليها في المؤتمر الصحفي يوم السبت، ان احنا ما عندناش اي خلاف مع الوداد، ما عندناش اي خلاف مع جماهير الوداد ولا الشعب المغربي ولا اي حاجه. خلاف النادي الاهلي مع الاتحاد الافريقي واليه اتخاذ قراراته، لان الجزئيه دي مهمه جدا. وموعد اعلانه عن الملعب المستضيف في المباراه النهائيه اثار الشكوك طبعا، خلى الناس كلها تتوقع، مش تتوقع، تتاكد ان في نيه ما عند الاتحاد الافريقي في يعني ايه توجيه اللقب لنادي بعينه. كل الدلائل بتقول كده. لا سمعنا عن تصويت في الاتحاد الافريقي بخصوص السنغال، يعني الكلاشيه بتاع السنغال وان هي انسحبت من تنظيم المباراه النهائيه، بص ده كلام ما يخشش على اي حد. مفيش واحد هيسمع خبر زي يقول لك اصل السنغال دخلت وتقدمت وانسحبت وكلام من ده. فالكلام ده ما يخشش على حد. اي طبخه كانت مطبوخه. ما فيهاش. في اخطاء من اتحاد الكوره للجوابات اللي استخبت طبعا، واتكلمنا عنها امبارح، في اخطاء في اتحاد الكوره. لكن في ناس بقى بتلوم على النادي الاهلي، يقول لك طب والاهلي؟ وكان لازم ياخد خطوات، وكان لازم ينسحب، وكان لازم الكلام من ده. اكيد هيبقى في رد على الجزئيه دي في المؤتمر الصحفي برضه. لكن الاهلي يا جماعه ما بياخدش قرارات بشكل يعني ايه، يعني عايز احاول احط المصطلح المظبوط، مش بشكل انفعالي، مش اللي هو انا يلا انا هاخد بقى قرار وانا متعصب بقى هنسحب. طب وبعد ما انسحب ايه اللي هيحصل؟ انا الخاسر الاكبر كنادي كبير، سواء على الجانب التسويقي، الجانب الفني، الجانب الاداري، على كل الجوانب، كان الاهلي هيبقى الخاسر الاكبر في الجزئيه زي دي. لكن الاهلي بيعمل ايه؟ بياخد الخطوات القانونيه اللي مطلوب انه ياخدها، طبيعي. مفيش حاجه ثانيه يقدر، وضغط بشكل كبير جدا. ومش هننسى دور جمهور الاهلي بالمناسبه. ها لما طلع هاشتاجات كانت ترند عالمي، مش ترند مصري بس ولا حتى اي حاجه، لا ترند عالمي. دور جمهور النادي الاهلي في التوقيت ده، وازاي نصدر الازمه للعالم كله. فتفاصيل كتير جدا، عشان بس برضو احنا ما نتكلمش في حاجات ما تكونش او ما نكونش احنا منوطين بالحديث عنها. طبعا الكابتن محمود الخطيب والاعلان الرسمي للنادي الاهلي النهارده، وده شيء محترم جدا جدا، ان يوم السبت جاي باذن الله الساعه 12 الظهر هتعرفوا كل التفاصيل بمنتهى الدقه من الكابتن محمود الخطيب في مؤتمر صحفي الساعه 12 الظهر يوم السبت. فبالتالي دي جزئية مهمة، وواحد فعلا سعيد ان دايما احنا يا جماعة اول باول اهو احنا معاكم. ويقول لك اصل الاهلي بيطلع بيان كتير قوي، اصل الاهلي بيتكلم كتير جدا، اصل الاهلي طب ما هو يا حبيبي الاهلي بيطلع بيانات ليه؟ ها؟ عشان هو في معركة، او مش عايز اقول معركة، في ازمة او في تنازع مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم. حضرتك هو انا هدخل خناقة كمؤسسة كبيرة تمام؟ او هدخل في مشكلة او في اختلاف وجهات نظر مع مؤسسه اخرى في الدره، هنقعد نتكلم مع بعض وناخد ندي؟ لا، لازم هطلع اقول يا جماعه انا عملت كذا، واحد، يا جماعه رقم اثنين انا عملت كذا، رقم ثلاثه انا عملت كذا، يا جماعه الاتحاد الافريقي ما بيردش عليا. وبمناسبه الاتحاد الافريقي اللي ما بيردش ده، شفنا ريال مدريد بطل دوري ابطال اوروبا، يعني بصراحه شيء يذكر، ودي حاجه يعني لازم ناخد فيها مقارنه برضو. ريال مدريد بطل دوري ابطال اوروبا، ما عجبوش خالص اللي حصل في النهائي، تنظيم الفضيحه اللي حصل هناك في باريس، وقال لك طلع بيان قوي جدا جدا. اهو ريال مدريد بيطلع بيانات اهو، مش ناس يقول لك اصل الاهلي بيطلع بيانات. طب ما ريال مدريد بيطلع بيانات اهي، حتى وهي كسبانه بطولها، يعني واخدين دوري ابطال اوروبا على حساب ليفربول الاقوى من وجهه نظري في التوقيت ده، بس هي ظروف ماتش. وفي نفس الوقت بيطلعوا بيان يعني بيبدوا فيه دقتهم الكبيره من الوضع اللي حصل في التنظيم، ان ازمات الجماهير في الدخول، تاجيل المباراه لمده 36 دقيقه او 37 دقيقه كمان عقبال ما ابتدت، وكل هذه المشاكل. راح الاتحاد الاوروبي عمل ايه بقى؟ قال انا اسف، انا بعتذر. مش عيب لما تغلط تعتذر،
ونزل طلع بيان امبارح قال لك احنا بنعتذر عن ما حدث في دوري ابطال في تنظيم نهائي دوري ابطال اوروبا، وان الاشياء دي لن تتكرر بعد كده وبتاع. تحترمه خلاص، اعتذر، تحترمه، اكيد هيتفادى الاخطاء دي واكيد هيعمل حسابه، والناس هتفضل تتعلم. احنا عندنا هنا الاتحاد الافريقي ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه، يقول لك لا تعالى نتكلم كونفرنس. طب ليه نتكلم كونفرنس؟ ما تكلمني انا، بتكلم مع الناس تطلع ترد عليا قدام الناس، تمام؟ يقول لك لا مش هرد، انا اتحاد افريقيا انا جامد قوي مش هرد. لا، دي سياسه خاطئه، وسياسه اكيد هتنتهي داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم، لان ان دلت تدل على ايه؟ تدل ان في شيء ما بيحدث وتوجه ما موجود وفساد مؤكد متفشي داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم. فيا ريت زي ما بنقارن كده، الاتحاد الافريقي قال لك انا هعمل مباراه نهائيه ماتش واحد زي اوروبا. طب شوف اوروبا الاتحاد الاوروبي عمل ايه، اعتذر لما ريال مدريد طلع بيان، احنا منتظرين منك انك تطلع بيان برضه. شوف اتعلم التنظيم بيحصل ازاي في اوروبا، حتى لو كان في اخطاء في المباراه الاخيره، بس شوف الجمهور بيتنقل ازاي من دوله لدوله. شوف لو على حسب كلام الاتحاد الافريقي ان المغرب هي اللي تقدمت والملعب هو ده الملعب وان هيبقى 50-50، طب شوف ال 50-50 فعلا في نهائي دوري ابطال اوروبا ما بين ريال مدريد وبرشلونه. جمهور ريال مدريد فعلا اللي كان لابس ابيض واخد نص الملعب، وجمهور ليفربول اللي لابس احمر واخد نص الملعب الثاني، فعلا كان 50-50 لكن مش 70-30 او حتى ما كملوش 30. لا، ومش تخبي مني التذاكر وتصدر لي ازمات قبل الماتش وتخلق لي بعض المضايقات لمجلس الاداره، ومظهر مؤسف شفناه، مظهر مؤسف من المنظمين شفناه في اتجاه قوامات كبيره في النادي الاهلي. ها كابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي، كابتن حسام غالي، الاستاذ العمري فاروق، تمام، الاستاذ طارق انديل، كابتن امير توفيق، الاستاذ جمال جبر، كل الناس اللي كانت داخله بعثه الاهلي والبعثه الاعلاميه للقناه كمان بتاعتنا، وهم داخلين الناس بيتخانقوا معاهم، الناس بيضايقوهم. هل هو ده الصح؟ هل هو ده التنظيم يا اتحاد افريقيا محترم؟ لا طبعا. مش هنتكلم في حاجات قديمه، لكن احنا هنستمر في الدفاع عن حقوق النادي وكشف كل الحقائق، وهي دي الخطوه اللي هيقوم بيها الكابتن محمود الخطيب يوم السبت المقبل يعني. فنتمنى ان الاتحاد الافريقي يتعلم من الاتحادات الاخرى القاريه عشان يحاول ينهض بنفسه، لان واضح ان هو مش هينهض اطلاقا بنفسه طول ما في فساد. فساد موجود؟ موجود، وشفنا تصريحات فوزي لقجع. والناس بقى قعدت تحاول تجمل التصريحات، لا هو الراجل بيقول لك خلاص زمن ده، بيقلل حتى من انجازات الانديه المصريه والتونسيه. الانديه المصريه اتظلمت كتير جدا على مستوى القاري بسبب التحكيم والفساد. ها لو تفتكروا ايد انرامو مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا قدام الترجي، كان الحكم اسمه لامبتي على ما اعتقد، وتم شطبه، ده كان بسبب ايه؟ فساد، تمام؟ ما نوجهش التهم لحد، بس هو في فساد، مش بنوجه التهم لحد بعينه، بس في فساد. فوزي لقجع ما خدش باله من كل الكلام ده، وجاي دلوقتي يتكلم على دلوقتي وقت الانديه المغربيه. طب هتعمل ايه؟ هتكسب الانديه المغربيه بالعافيه زي ما كسبت نهضه بركان كده، زي ما كسبت او رجحت كفه الوداد؟ مش هيبقى مقبول الكلام ده، مش هيحصل، مش هيبقى مقبول. فدي جزئيه مهمه جدا. هننتظر طبعا المؤتمر الصحفي يوم السبت، وان شاء الله باذن الله هنتابعه لحظه بلحظه، وكل وسائل الاعلام في العالم كله هتكون مهتمه جدا جدا بهذا المؤتمر. طيب تعالى بقى نتكلم على التحكيم المصري. هتقول لي ما هو مفيش ماتشات دوري، تحكيم مصري ايه؟ الدنيا واقفه دلوقتي، احنا المنتخب بيلعب وفي توقف دولي وبتاع. هقول لك على لقطه بتدل على مدى تأخر التحكيم المصري. اهي هي دي اللقطه. ده ماتش مين يا جماعه؟ الجزائر واوغندا. كان امبارح في تصفيات افريقيا المؤهله لبطوله الامم الافريقيه. دي ايه؟ النتيجه كام زي ما حضراتكم شايفين كده في الدقيقه 33؟ 1-0 للجزائر. دخل لاعب اوغندا اتحسب ضربه جزاء ليه عن طريق مين بقى؟ تعالى اقول لحضراتكم طاقم التحكيم قبل ما اكمل، وخلوا الصوره يا جماعه عشان الناس تركز فيها كده وتطلع الاخطاء قبل ما احنا نقولها، لان الناس طبعا واعيه جدا يعني. بيدير المباراة دي طاقم تحكيم مصري بقيادة مين بقى؟ الكابتن محمد عادل، ويساعده محمد سمير جمال مساعد أول، وأحمد توفيق مساعد تاني،
وابراهيم نور الدين حكم رابع. ده طاقم تحكيم مصري المفروض ان هو كده ايه يشرفنا زي ما الكابتن عصام فتاح بيشيد بيهم قوي كده، فالمفروض ان هم ها يشرفونا. المفروض دول حكام جامدين قوي عندنا هنا في الدوري والفرز الاول بتاع مصر في التحكيم. بص حضرتك الاخطاء اللي في الصوره، ادي اللاعب بتاع اوغندا داخل يشوط ضربه جزاء، عد بقى معايا كده كام لاعب جوه منطقه الجزاء. ادي 1 2 3 مبدئيا، الصوره مش كامله الناحيه الثانيه عشان نكمل العد. طيب حارس مرمى الجزائر واقف فين؟ هو كده جوه السته بس متحرك ياردتين من على الخط عشان ما اكونش ببالغ، ياردتين يعني مش واقف على الخط. القانون بيقول لك ايه؟ يقول لك من لازم قدم من القدمين يكونوا على الخط وانت تتحرك عشان تصد ضربه الجزاء او بتحاول تصد ضربه الجزاء. الراجل طالع بايده الاثنين وبرجله الاثنين وبجسمه كله بره الخط، وفي ثلاث لعيبه طبقا للي احنا شايفينه في الصوره بس دلوقتي جوه منطقه الجزاء، والكابتن محمد عادل ايه اشار بايه بقى حضراتكم؟ طبعا كابتن محمد عادل الحكم بتاع مباراه الاحتواء اللي له كل التقدير والاحترام على المستوى الشخصي، احنا مختلفين فنيا تمام. قال لك لا كمل اللعبه ما فيهاش اي حاجه، كمل واتصدت وبعد كده ما عادهاش والجزائر كسبت 2-0. طبعا مبروك الاشقاء الجزائريين يعني بلد عربي نتمنى لهم يا رب كل التوفيق يعني. لكن احنا كمان اخطاء التحكيم، يطلع بقى الكابتن عصام فتاح ممكن يقول لك ايه بقى؟ كابتن عصام فتاح كالعاده هيروح قايل لك التحكيم المصري ما فيش زيه، والناس بتعمل مؤامرات ومهما المؤامرات دي اتعملت التحكيم المصري هيفضل احسن حاجه، ومؤامرات تاني والتحكيم المصري هيفضل احسن حاجه، ومؤامرات تالت والتحكيم المصري هيفضل زي الفل، ومؤامرات رابع، وهيفضل يقول مؤامرات مؤامرات مؤامرات، ومش هيبص للسلبيات والاخطاء اللي عنده عند الحكام وما بيعالجهاش. وجود الحكم وبيكلم كمان على ايه؟ على الدفاع المطلق على الحكام المصريين، غلطوا ما غلطوش يا جماعه هم شاطرين. لا عيب ما تقولوش عليهم كده. احنا كده كويسين قوي. بأمارة ايه يا كابتن عصام؟ ادي بقى لقطه مش في الدوري المصري ولا للاهلي ولا للزمالك ولا لاي نادي خالص في الدوري، عشان ما تقولش في مؤامرات، عشان ما تقولش ان ده بيدافع عن نادي او ده بيهاجم عشان النادي. تمام. المتآمر الاكبر على التحكيم المصري هي لجنه الحكام، هي المتآمر الاكبر على التحكيم المصري، لان هم مش بيطوروا من ادائهم، هم موجودين بس مش فاضيين للتطوير كلجنه، مفيش اي تقدم ملحوظ. واكبر دليل خطا جسيم زي ده، ده فعلا خطا كبير جدا. نتمنى دايما ان التحكيم المصري يشرفنا بره. احنا امبارح خطا زي ده لا للاسف هتلاقي الكلام كتير جدا في كل صحف افريقيا يعني. فانا مش عارف لحد امتى بصراحه هنفضل كده يعني، مش عارف. ماشي تعالوا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. طيب النهارده في الحقيقه من ضمن الاخبار المهمه جدا النادي الاهلي شارك في المؤتمر العربي الثاني للرياضه والقانون بتواجد طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وكانت الجلسه الافتتاحيه زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه للمؤتمر العربي الثاني للرياضه والقانون والمقام تحت عنوان العقود الرياضيه وتسويه منازعاتها محليا ودوليا. وبصراحه حاجه مهمه جدا لان يعني في بعض دايما الامور اللي بيبقى فيها جدل في الجانب ده تحديدا. والمؤتمر ده نظمته المنظمه العربيه للتنميه الاداريه بجامعه الدول العربيه وبرعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبالتعاون مع مركز كيمت للتحكيم الرياضي واتحاد الاتحادات الرياضيه العربيه والجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا. المؤتمر ده يعني بينعقد خلال الفتره من 5 الى 8 يونيو الجاريه، ومناقشه القواعد الحاكمه لعقود اللاعبين والانتقالات والوكاله عنهم، وكل دي امور مهمه بصراحه، وعقود الرعايه الرياضيه والاستثمار الرياضي بمشاركه نخبه من الخبراء المتخصصين في الرياضه والقانون والتحكيم. اكيد الكابتن محمود الخطيب النهارده كان ليه كلمة مهمة خلال المؤتمر الصحفي ده أو من خلال هذا المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون. تعالوا نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب ونرجع مرة تانية، أو كلمة وبعد كده نروح فاصل وبعد كده نرجع نكمل حلقتنا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،
وسعادة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية. يمكن الحقيقة في البداية بس بشكر حضراتكم لدعوة النادي الأهلي للمشاركة في هذا المؤتمر. الحقيقة عنوان مهم جدا لتطور الرياضة. الرياضة أصبحت صناعة، والرياضة استثمار كبير جدا. أي صناعة وأي استثمار يجب أن يكون القانون يحميها، والقانون يضع الأسس لنجاح هذا الاستثمار. ويمكن بالنسبة للنادي الأهلي الفترة الأخيرة يعني شهد استثمار كبير جدا من خلال يعني تأسيس بعض الشركات، اللي بشكر الدكتور أشرف صبحي حقيقة على تسهيل وتيسير هذا الأمر، لأن هو يعلم تماما مدى أهمية الاستثمار الرياضي. وبالتالي طبعا الفعاليات المؤتمر الكريم إن إزاي برضو نحمي هذا الاستثمار من خلال القانون. لا شك إن اليوم تعد صناعة الرياضة صناعة ضخمة جدا جدا على مستوى العالم والوطن العربي أيضا. استقدر مساهمتها في حركة التجارة الدولية بما يزيد عن 3% من إجمالي تلك الحركة. كما أصبحت الرياضة قطاع اقتصادي يشكل ركنا أساسيا من الاقتصاد الكلي لأغلب الدول، ومنها بالضرورة الدول العربية، وجزء رئيسي من إنفاق الأسر باختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية، سواء لشراء عضوية جديدة في أحد الأندية أو مراكز الشباب، أو اشتراك في الأكاديميات الرياضية، أو شراء أدوات رياضية لحصة الرياضة في المدرسة، حتى شراء الكرة اللي ممكن الطفل يلعب بيها في الملاعب المفتوحة. الأمر الذي جعل جميع الحكومات والمؤسسات والأفراد لديه شغف كبير بتلك الصناعة، تلك الصناعة الضخمة التي تجذب إيرادات تجاوزت أكثر من 845 بليون دولار حول العالم. تلك الإيرادات ناتجة عن عقود ضخمة تنظم انتقالات اللاعبين، الحصول على خدمات المدربين، شراء حقوق البث والرعاية، البث التلفزيوني والرعاية، وحقوق الامتياز للعلامات التجارية طبعا، وألخ حاجات تانية أخرى، لكن دي الحاجات الأساسية اللي هنتكلم فيها. هذا التطور الاقتصادي السريع والمتلاحق لصناعة الرياضة والاندفاع للاستثمار في مجالاتها المختلفة يرتكز على العديد من الدعائم الرئيسية، مثل التمويل، التكنولوجيا، موارد بشرية وألخ. لكن المهم هنا بقى إن الضبط القانوني عبر النظم الأساسية للأندية والاتحادات والعقود القانونية لتلك الصناعة يمثل حجر الأساس للنجاح واستدامة التفوق في المنافسات الرياضية والتدفقات المالية ونجاح العلاقات ما بين أطراف الصناعات المختلفة. وفي ضوء ذلك فإن تاريخ النادي الأهلي العريق ونجاحات الفرق الرياضية على كافة المستويات الوطنية والقارية والدولية ودعم المنتخبات الوطنية بأكثر من 50% من اللاعبين كان ولا يزال يرتكز في الأساس على نظام أساسي قوي يتوافق مع القوانين الوطنية والميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية، ويلتزم بتطبيق نصوصه جميع أبناء عائلة النادي الأهلي. كما إن الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت أكثر من 1.6 مليار جنيه خلال 4 سنوات الماضية في البنية التحتية والملاعب والصالات للمقر الرئيسي وفرع النادي في مدينة نصر، أهل مدينة نصر وأهل الشيخ زايد، وأيضا فرع القاهرة الجديدة إن شاء الله الذي سيتم افتتاحه قريب جدا بإذن الله في خلال شهرين 3 تقريبا إن شاء الله.
والطفرة الكبيرة في الإيرادات التسويقية والتي أصبحت الأكبر بين مختلف أندية القارة الأفريقية تعود إلى كافة الإجراءات والصياغة الدقيقة للعقود القانونية والتي توضح التزامات وحقوق كافة الأطراف وتوافقها مع صحيح القانون ولا تتعدى على حقوق الآخرين لاعبين مدربين اتحادات أندية منافسة وسائل إعلام شركات راعية شركاء تجاريين وكل ذلك يتم من خلال لجنة قانونية تضم كفاءات مصرية برئاسة مستشار الجليل محمود فهمي ربنا يديله الصحة وطولة العمر. ونحن في النادي الأهلي حرصنا على مشاركة لأننا كلنا أمل أن يقدم هذا الملتقى الدولي والذي يضم قامات وكفاءات عالمية في مختلف مجالات القانون والاستثمار والصناعة وبالطبع منها ما يختص بالرياضة للخروج بحلول وتوصيات تمكننا ويمكننا من خلالها التغلب على التحديات التي ما زالت تواجه تطور صناعة الرياضة المصرية والعربية مثل التعدي على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية للأندية والاتحادات حماية المحتوى الرقمي للمنافسات الرياضية وحقوق الرعاية ومراقبة تدفق الأموال بتلك الصناعة الواعدة بالإضافة لوضع توصيات لتحفيز الاستثمار بالمجال الرياضي ورؤية قانونية لمزيد من الإعفاءات الضريبية على الأندية والاتحادات التي لا تستهدف الربح والإنهاء السريع للمنازعات الرياضية وده أمر هام جدا. وفي النهاية نتمنى التوفيق والسداد للقائمين وجميع المشاركين بهذا الملتقى لما يخدم أهداف الرياضة النبيلة والإنسانية وخدمة مصالح الرياضة المصرية والعربية وتمكين أنديتها واتحاداتها الرياضية في أن تكون في صدر الرياضة العالمية. دعواتي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم مره تانية. في الحقيقه امبارح استوقفني تصريح لاعبه كره السله في النادي الاهلي واحد ابرز لاعبات كره السله في النادي سوريا محمد لما اتكلمت وقالت ايه زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه قالت ان الزمالك عرض عليا اضعاف الاهلي ولكني فضلت التجديد دون تفكير. تقول لك ايه يعني الزمالك قدم لها عرض أضعاف اللي بتاخده في النادي الأهلي لكن هي فضلت التجديد مع الأهلي دون تفكير رغم أن عقدها كان انتهى. فأنا شايف يا جماعة أن الحاجات اللي زي دي هي اللي لازم نقف عندها ولازم أن احنا نتكلم عنها. ما تتكلمش خالص عن أي حد خد قرارات له كل الاحترام والحرية في اتخاذ قراراته. لاعبات كرة الطائرة في النادي الأهلي راحوا نادي الزمالك نتمنى لهم يا رب كل التوفيق مفيش أي مشكلة خالص يعني. حقهم عقدهم انتهى نادي الزمالك قدم لهم عرض الزمالك حقه انه يقدم عرض تمام لان هو بيتفاوض مع لاعب عقده انتهى مع ناديه. ركز في الكلمه دي عشان هحتاجها بعد كده. هو ناس عقودهم انتهت في اي نادي مش الزمالك بس اي نادي ليه الحق ان هو يتفاوض مع اللاعبات دول. اللاعبات دول وافقوا ان هم يروحوا نادي الزمالك ربنا يا رب يكرمهم ويوفقهم وكل حاجه مفيش اي مشكله خالص لكن مش محتاجين مننا تركيز وحديث كتير جدا عنهم واللي انتوا عملتوه مش ايه اللي انتوا عملتوه. لا اللي بيخرج بره الاهلي هو اللي بيخسر. نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجه تمام ما فيش اي مشكله في الجزئيه دي لكن في ناس كتير ما بتبقاش عارفه قيمه المكان اللي هي فيه غير لما بتطلع بره. لما بتطلع بره بقى بتعرف قيمه المكان ده لكن هم مصيرهم هيجي يوم من الايام يبطلوا ويعرفوا ان قرارهم كان غلط. ومع ذلك احنا بنتمنى لهم يا رب كل التوفيق حريه مطلقه محدش عارف ظروف كل واحد ايه ربنا يوفقهم ويكرمهم وكل حاجه. لكن سوريا لا بتقول لنا لسه في انتماء بتقول لنا لسه في حب وتضحيه عشان مكان انا بحبه عشان مكان بيقدرني ممكن ما يكونش التقدير المادي اللي في وجهة نظر البعض مش كبير لكن في تقدير معنوي
وفي تقدير ايضا مادي طبقا لحدود النادي. وحدود النادي دي بتبقى ايه؟ تبقى بدايه تحقيق الالقاب بالمناسبه. يعني انت ممكن تقعد تدفع فلوس للاعبات او لاعبين لمجرد انك تديهم فلوس كتير، فبتعلي سقف الرواتب، فتعمل فوضى في الفرقه، لان يعني ممكن البعض يكون بياخد رواتب اقل من كده بكتير، فتلاقي الامور ايه؟ يعني فرطت منك، الدنيا باظت. فالاهلي عنده سياسه، في ناس بتقدر السياسه دي، بتقدر النادي ده وقيمته، اهلا وسهلا بيهم، انتوا على راسنا من فوق. الناس اللي ليها اتجاهات تانية اهلا وسهلا بيهم، ربنا يوفقكم يا رب في المكان اللي انتوا بتروحوه. لكن لازم نشيد بتصريح سرايا محمد لاعبه كره السله في النادي الاهلي، وهي واحده من اللاعبات المميزين جدا، انا نفسي اتفرجت عليها يعني كتير. طيب تعالوا نشوف بقى في ترند الاهلي واخر الاخبار والتفاصيل المهمه بتتعلق بالنادي. نبتدي بسبورت 360 وحسام على تويتر، واللي قالوا 7 نهائيات 5 ألقاب، في رايك ما هي نسبه نجاح موسيماني مع الاهلي حتى الان؟ انا بشوف نسبه نجاح موسيماني مع الاهلي في وجهه نظر انا مثلا يعني 85-90% بدون مبالغه. ليه؟ لان هو حقق عدد كبير جدا من الالقاب في وقت قصير، وفي نفس الوقت ممكن يكون في اخطاء، وممكن يكون مش كل قراراته صح في الماتشات وكلام من ده، الاداء مش بيعجب ناس كتير، مفيش مشكله، الناتج ايه هو الاهم، دي وجهه نظري، ممكن حد يختلف معايا بس مفيش مشكله خالص. فبالتالي الراجل قدر ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا مرتين، وهم هنا يعني بيعرضوا سجل نهائيات بيتسو موسيماني مع الزمالك، كسب 2-1 في نهائي القرن، مع كايزر تشيفز 3-0 في نهائي النسخه اللي قبل اللي خلصت دي، ومع نهضه بركان في السوبر 2-0، ومع الرجاء ضربات الجزاء الترجيحية فاز في السوبر، وبعد كده مع طلائع الجيش فاز، وبعد كده خسر من طلائع الجيش في كاس السوبر المصري، وبعد كده خسر من الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا بظروف كلنا عارفينها. تعالوا نروح للكابتن عصام عبد الفتاح بيقول ايه، ده من خلال كوره بلس حسام على تويتر، قال ان احنا خطبنا 5 دول الكبار من اجل طاقم حكام القمه بين الاهلي والزمالك، نتمنى ان يكون في حكام جيدين، مش حكام لمجرد ان انا ابقى جبت حكم اجنبي يعني وما يبقاش فيه فرق يعني، فنشوف الدنيا ايه. يلا كوره حسام على تويتر بيقول مصدر بالاهلي قال يلا كوره ان موسيماني لديه قناعه تامه، ودي حقيقه والله يا جماعه، يعني انا شفت الكلام ده بعيني، هو الراجل فعلا مقتنع بمحمد محمود، تمام؟ بمستوى محمد محمود، واوصى بالتجديد للاعب، والخلاف الذي نشب بينهما عقب مباراه وفاق ستيف لم يغير وجهه نظر المدرب في اللاعب، وفعلا اللاعب مميز، واي يعني اي امور زي دي يعني وارد حدوثها في كره القدم. طيب خلينا اقول لحضراتكم خبر عاجل ان رافائيل نادال طبعا فاز ببطوله لوران جاروس للمره ال 14 في تاريخه على حساب كاسبر رود، طبعا نجم كبير جدا نادال، يعني واحد من يعني ايه اساطير لعبه التنس الارضي، فده خبر عاجل سريع قلنا نقوله لحضراتكم. ودي جزئيه كمان محمد محمود، وان شاء الله باذن الله بينتظروا مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي بعد ما جدد عقده لمده 4 سنوات اضافيه على السنه المتبقيه، فبالتالي 5 سنين جايين لمحمد محمود مع الاهلي، ان شاء الله مزيد من التالق ويعوض كل اللي فاته بسبب الاصابات خلال الفتره اللي فاتت. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل فقرات الحلقه، فاستنونا يلا بينا. طيب بما اننا هنتكلم على منتخبنا الوطني في الفقره اللي جايه، فخلينا اقول لكم ان اتحاد الكره اعلن منذ قليل عن تكريم محمد صلاح على هامش مباراه اليوم امام غينيا في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2023 بكوت ديفوار، وتقديرا لنجاحاته مع ليفربول ومنتخبنا الوطني خلال الفتره الاخيره. انا بشوف ان ده يعني تكريم اتاخر شويه، محمد صلاح لما جه حتى المطار مطار القاهره كده استقبال كان عادي جدا، مش استقبال ملك، ده لازم الناس تستقبله استقبال الملوك، ده واحد يا جماعه بيعمل حاجات احنا عمرنا ما كنا نحلم بيها كمصريين. فحتى انا يعني ما عجبنيش بصراحه يعني تصريح معالي الوزير دكتور اشرف صبحي لما قال انا ما كنتش اعرف محمد صلاح جاي امتى واتحاد الكره ما بلغنيش رغم ان احنا خاطبناهم، واضح ان في مشاكل كبيره جدا في اتحاد الكره، يعني يا ريت الدكتور اشرف صبحي يحلها يعني. لكن في نفس الوقت التصريح يعني ما كانش موفق في وجهه نظري، كامل الاحترام والتقدير طبعا للدكتور اشرف صبحي، لكن المهم ان يتم تكريم طبعا نجمنا المصري محمد صلاح. طيب نشوف الترند المحلي واهم الاخبار. يلا كوره حسابهم على فيسبوك قال لك تشكيل منتخب مصر متوقع لغينيا، محمد ابو جبل في حراسه المرمى، في الدفاع الونش ياسر ابراهيم او محمود علاء، عمر جابر، ايمن اشرف،
عمرو سليه، حمدي فتحي، امام عاشور، تريزيجيه، محمد صلاح، ومرموش مهاجم. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. ناخد كمان في الجول حسام على فيسبوك، قال لك تاريخ مواجهات منتخب مصر مع غينيا قبل مواجهه اليوم، 8 مباريات، 4 فوز لمصر، 3 تعادل وفوز وحيد لمنتخب غينيا. تعالوا كمان ناخد خبر اخر من اليوم السابع حسام على فيسبوك، منتخب مصر يتفوق على غينيا في القيمه التسويقيه قبل صدام الليله. منتخب مصر يتفوق من خلال ما يقرب من 160 مليون يورو القيمه التسويقيه بتاعت منتخبنا، في المقابل ما يقرب من 97 مليون يورو القيمه التسويقيه بتاعت منتخب غينيا. طيب خلينا كمان ناخد خبر اخر، حساب في الجول ومصدر اتحاد الكره في الجول، منتخب مصر ارتدي الزي القديم في التوقيت الحالي، لان الزي الجديد لسه هيوصل خلال الاشهر القادمه، والثلاث مباريات لمنتخبنا في يعني التصفيات اول ثلاث مباريات هيكونوا بنفس الزي القديم. احصائيات وارقام محمد صلاح مع مدربي منتخب مصر قبل ولايه الكابتن ايهاب جلال اللي هتبتدي النهارده، وده من يلا كره حسام على تويتر. لعب مع كابتن هاني رمزي طبعا النجم الكبير، لعب معاه ماتشين، سجل هدف وما صنعش ولا هدف. مع بوب برادلي لعب 23 مباراه، سجل 14 وصنع 8. مع كابتن شوقي غريب لعب 9 مباريات، سجل 5 وصنع 2. مع هيكتور كوبر سجل او لعب 24 مباراه، سجل 15 وصنع 7. مع خافير اجيري سجل 6 اهداف في 8 مباريات. دي كانت احصائيات محمد صلاح، دي بعض الاخبار اللي بتتعلق بمنتخبنا. تعالوا ناخد توقعات حضراتكم لتشكيل النهارده او لنتيجه مباراه النهارده ومين يسجل اهداف. مصطفى عبده قال ان شاء الله مصر تفوز 2-0. كمان عمر قال 1-0 لمصر، يا رب ان شاء الله. كمان ناخد احمد مصطفى قال فوز مصر 3-0 باذن الله، بالتوفيق يا رب لمنتخبنا والاهلي يا رب يا رب يا رب باذن الله. واحد احد. كمان احمد امين اخيرا قال مساء الخير عليك يا امير، مساء الفل عليك يا ابو حميد، اتوقع فوز المنتخب الوطني ان شاء الله 3-0، محمد صلاح هدفين، قفش هدف، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. طبعا كل التوفيق للمنتخب واكيد كل الدعم والمسانده، منتخب كبير في بعض الاخفاقات خلال الفتره اللي فاتت، لكن باذن الله نعوض كل هذه الاخفاقات من خلال الجهاز الفني الحالي واللاعبين اللي موجودين، وان شاء الله باذن الله يوفقوا ويحققوا كل طموح الشعب المصري. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا، الى اللقاء.